خلاص جين ترانسفير. الموضوع ده يهمنا في بقى، احنا يا جماعه عارفين ان في ميكروب اسمه الشيجيلا، ميكروب اسمه الشيجيلا. ميكروب الشيجيلا ده يا جماعه بيطلع صوم بيدمر الكلى، يعني اللي فينا يتعرض لميكروب الشيجيلا الكلى عنده هتضيع وهيموت فيه. الغريبه يا جماعه ان ميكروب اسمه ايكولاي كلنا عارفينه، ده احنا بناخده مع ميه احنا فيها شرب، يعني كل يوم الصبح تاكد ان الميه تشربها مليانه ايكولاي، ده حاجه معروفه. الايكولاي ميكروب ضعيف. الغريبه هنا الايكولاي بعض انواعه مش كله، بعض انواعه بتطلع نفس السم بتاع مين؟ بتاع الشيجيلا وتدمر الكلى. اكتشفت ان في ناس بتاكل خيار مغسوله، خيار عليها شويه ميه وعليها ايكولاي ويحصل لها فشل كلى. فهنا ظهر موضوع اسمه جين ترانسفير. يعني ايه جين ترانسفير؟ هل فعلا الجين ممكن يتنقل من بكتيريا لبكتيريا؟ ده اللي احنا هنجاوبه دلوقتي. هنشوف مع بعض ازاي الجينات بتتنقل من بكتيريا لبكتيريا. يبقى تعريف يا جماعه جين ترانسفير هو عباره عن ترانسفير اوف جين فروم وان بكتيريا للاذر بكتيريا. وانا مش فاهم. ما هو بالعاده يا جماعه الايكولاي خلاها تطلع نفس السم بتاع الشيجيلا اللي اتنقلها الجين بتاعه من مين؟ من الشيجيلا، فاهمينها؟ يعني الجين بتاع الشيجيلا لما اتنقل الايكولاي طلعت نفس السم. بتعريف يا جماعه موضوع الجين ترانسفير هو عباره عن ترانسفير اوف جين فروم وان بكتيريا للاذر بكتيريا. ازاي الجينات ممكن تتنقل من بكتيريا لبكتيريا؟ قال لك بطريقه من ثلاثه. اول طريقه يا جماعه عشان الجينات تتنقل من بكتيريا لبكتيريا طريقه اسمها الكونجوجيشن. اول طريقه عشان الجينات تتنقل من بكتيريا لبكتيريا طريقه اسمها الكونجوجيشن. الطريقه اللي وراها اسمها ترانسلكشن. الطريقة الثالثة اسمها ترانسفورميشن. يبقى تاني يا جماعة، تعريف الجين ترانسفير هو عبارة عن ترانسفير اوف جينز فروم وان بكتيريا للأذر بكتيريا. لما الجينات تتنقل من بكتيريا لبكتيريا ده بنسميه عندنا جين ترانسفير. البكتيريا اللي تفقد الجين اسمها دونر بكتيريا. والبكتيريا اللي تكتسب الجين اسمها ريسيبيانت بكتيريا. يبقى تعريف الجين ترانسفير ترانسفير اوف جين. فروم دونر بكتيريا تو ريسيبيانت. عندنا كام طريقه عشان الجين يتنقل؟ ثلاثه، كونجوجيشن، ترانسلكشن، ترانسفورميشن. تعال نبدا بالطريقه الصغيره الاول وبعد كده نجيب الطريقه الكبيره. نبدا بطريقه اسمها ترانسلكشن. عندنا مع بعض الترانسلكشن. هيجي لك سؤال في الامتحان يعني ايه ترانسلكشن؟ قول له يا باشا ترانسفير اوف جينز فروم وان بكتيريا للاذر بكتيريا. ده واحد من الميكانيزم اللي عن طريقها الجينات ممكن تتنقل من بكتيريا لايه؟ لبكتيريا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي الجين هيتنقل من بكتيريا لبكتيريا في عمليه اسمها ترانسلكشن. دي عباره عن بكتيريا هي. وادي الجينات بتاعتها. ودي عباره عن بكتيريا ثانيه وادي الجينات بتاعتها. والسؤال هنا ترانسلكشن. مين اللي هياخد الجينات ينقلها من بكتيريا لبكتيريا؟ قال لك في حرامي هيسرق الجينات، في حرامي. بيسرق الجينات من بكتيريا ينقلها لبكتيريا ثانيه. يا حرامي؟ اه. في حرامي ممكن يدخل بكتيريا ياخد جينات منها وينقلها للاذر بكتيريا. والحرامي بتاعنا اللي بيسرق جينات من بكتيريا لبكتيريا في عمليه الترانسلكشن اسمه يا جماعه بكتيريوفاج. يبقى عندنا مع بعض الحرامي اللي هيسرق جينات من بكتيريا لبكتيريا اسمه ايه؟ بكتيريوفاج. للناس اللي قاعده وفاكره البكتيريوفاج بكتيريا كبيره. لا يا بيه. بكتيريوفاج ده لازم تعرف ان هو عباره عن ايه؟ فيروس. وقال طب وليه سموه بكتيريا فاج؟ بكتيريا مفهومه، فاج يعني اكلات البكتيريا. كلمه فاج معناها اكلات. فما دام الفيروس ده بيدخل بكتيريا ياخد جينات وياكلها وينقلها لاثر بكتيريا فسموه بكتيريوفاج. يبقى تعريف الترانسلكشن تاني يا جماعه، ترانسفير اوف جين فروم وان بكتيريا تو اذر بكتيريا. ولنقل الجينات حرامي اسمه ايه؟ بكتيريوفاج. يطلع ايه بكتيريوفاج ده؟ فيروس. تاني يا جماعه ترانسلكشن ترانسفير اوف جينز فروم دونر بكتيريا تو ريسيبيانت باي ا بكتيريوفاج. تعريف الترانسلكشن اللي نقل الجينات حرامي فيروس اسمه بكتيريوفاج. وهنا في نقطه مهمه بقى، الحراميه يا جماعه نوعين. في حرامي عمومي بيسرق اي حاجه ويقول لك ده حرامي جنراليز. جنراليز يا باشا انا اي حاجه اسرقها يا باشا من هنا لهنا. عندنا الحراميه نوعين، في حرامي
جنراليزد يعني انا اي حاجه اسرقها مش فارقه معايا المهم اسرق وخلاص. وفي حرام سبيشاليزد، لا يا بيه انا بسرق جين معين، انا تخصص جين معين، حتى البكتيريوفاج طلع منه نوعين، في واحد بينقل اي جين اي جين ده جنراليزد، وفي واحد بينقل سبيشال جين من بكتيريا لبكتيريا، وده نوع من البكتيريوفاج اسمه ايه؟ سبيشاليزد. يبقى احنا عندنا مع بعض البكتيريوفاج نوعين جنراليزد وايه؟ لو الفيروس ده نقل اي جين يبقى نوعه ايه؟ جنراليزد. لو نقل سبيشال جين يبقى نوعه ايه؟ سبيشاليزد. تعالى نشوف مع بعض اول حاجه الجنراليزد ترانسلكشن، الحرام الجنراليزد الاول. تاني معاه ترانسلكشن ترانسفير اوف جين فروم دونر بكتيريا تو ريسيبيانت باي ا فيروس كولد ايه؟ بكتيريوفاج. طب انا هرسم الرسمه يا جماعه وهنتعمل نرسمها مع بعض، بس ركز معايا الاول هنا. دي عباره عن بكتيريا دونر، ركز معايا عشان خاطري. دي عباره عن بكتيريا دونر وده الكروموزوم بتاعها. ودي عباره عن بكتيريا ريسيبيانت وده الكروموزوم بتاعها. وبعدين طب الفيروس عباره عن ايه؟ الفيروس يا جماعه عباره عن حته دي ان ايه؟ محاطه بقميص. معرفش عارفين كده ولا لا. الفيروس عباره عن حته دي ان صغيره او ار ان ايه؟ محاطه بقميص، قميص اسمه كوت. مش كبسيل يعني؟ كوت او كبسيل هو هو. يبقى الفيروس حته دي ان ايه؟ محاطه بقميص. هو يا جماعه بالنسبه للفيروس والدين ده. حته الدي ان دي هي الفيروس. سواء لابسه قميص اسمه كوت او شبسان. يبقى عندنا مع بعض الفيروس حته دي ان ايه؟ محاطه بقميص اسمه ايه؟ كوت. احنا بنشرح نوع اسمه ايه؟ جنرايزد ترانسدكشن. ومعنى جنرايز اي جين هيتنقل من هنا لهنا. امال معنى سبيشاليزد؟ جين معين. طب يا ترى الفيروس هيعمل ايه؟ اول حاجه الفيروس يخبط على البكتيريا. افتح يا حاجة. هو الفيروس بيعرف يدخل البكتيريا؟ اه. نوع من الفيروسات بيدخل البكتيريا اسمه بكتيريوفاج. افتح يا حاجة. انت مين يا ابني؟ انا الفيروس يا حاجة. افتح يا ولية. انت مين يا ابني؟ انا الفيروس يا حاجة. المهم يا جماعه الفيروس عنده القدره يدخل جوه البكتيريا. عنده القدره يدخل جوه البكتيريا واول حاجه يعملها يطلع من قميصه. اول حاجه يطلع من الكوت اللي هو لابسه. تفتكر ليه الفيروس اول ما دخل البكتيريا طلع من الكوت؟ عشان يتكاثر. لا يا جماعه هو الفيروس يا جماعه داخل البكتيريا عشان يتكاثر. داخل يجيب عيال. فاول حاجه يعملها عشان يجيب عيال لازم يطلع من قميصه. مفيش حاجه اسمها فيروس بيخلف جوه قميصه، لا يطلع من القميص كده وعشان يجيب عيال. هو السؤال الفيروس بتقابله مشكله، عارف ايه يا بيه؟ المشكله عشان يجيب عيال محتاج دي ان اي بيزز. محتاج نيكوتايد. هو بقى عندنا جين ترانسفير كام طريقه؟ ثلاثه. انا بدات بطريقتين صغيرين الاول اللي هو اخر صفحتين عشان يتابع ورايا بعد الورق بيتوزع. انا بدا باخر صفحتين ورا. يا ريت تركزوا معايا. الفيروس افتح يا حاجه انت مين يا ابني؟ انا البكتيريوفاج يا حاجه. الفيروس دخل جوه البكتيريا واول خطوه طلع من قميصه. الفيروس عايز يجيب عيال يا ابني، عايز يجيب عيال. عايز يشوف عيال. مشكلته ان عياله دي ان ايه؟ وهو محتاج دي ان ايه بيسس. فيبدا الفيروس يفكر اعمل ايه؟ يا ترى اجيب دي ان ايه من فين عشان عيالي يتكونوا؟ حرام عليك يا شيخه كل ده كروموزوم، هات حته يا بنت. ويقعد الفيروس يقطع وياخد دي ان ايه بيزز من الكروموزوم. يعني هنا الفيروس بيبدا يقطع الكروموزوم بتاع البكتيريا ويسالها في امتحان مين اللي قطع الكروموزوم وعمل له فريجمنتيشن؟ الفيروس. ويقول لك ليه الفيروس عمل فريجمنتيشن الكروموزوم؟ قول له عشان ياخد دي ان ايه بيزز. هو لما يقطع الحته دي خد منها بيزز، خد بيزز، خد بيزز. فقعد يقطع في الكروموزوم بتاع البكتيريا. ولذلك هذا الفيروس يوصف ان هو فيروس لايتك. لايتك بيقطع. وقال لي طب وبعد الفيروس قطع الكروموزوم بتاع البكتيريا وخد حتة دي ان ايه؟ يبدا يا بيه يكون عيال. اوريك المنظر. يبدا الفيروس يكون عيال اهو. واحد اثنين ثلاثة أربعة ادي عياله كونوا. بعد ما الفيروس تكاثر وكون عيال هو جاب دي ان ايه في الاول؟ جاب دي ان ايه من النيكوتايد اللي في الكروموزوم بتاع البكتيريا. فعشان ياخد النيكوتايد اضطر يقطع في الكروموزوم في رجمة. وصلت؟ انا في صفحة يا جماعة رقم 9. طيب يجي الفيروس بعد كده يا جماعه يمشي. هو سابوت ان هو رايتك ليه؟ عشان عمل فراجمنتيشن للكروموزوم بتاع البكتيريا. مين مش فاهمها يا جماعه؟ يجي الفيروس يمشي، مش هو تكسر؟ انا تكسرت وجبت عيال. يجي يمشي يكتشف ان دي قله ادب. وقال لي قله ادب ليه؟ يقول لك بابا كان عنده قميص. بابا كان محاط بكوت.
مش كرة القدم عشان نطلع كده بلاميص، ما ينفعش نطلع بالمنظر ده. هنا الفيروس عمره ابدا ما يطلع بالمنظر ده، ده ما يصحش حتى، ما يصحش جوه داخل بقميص عشان نطلع كده. فيبدا الفيروس يؤمر البكتيريا يقول لها يا معفنه البكتيريا، يا بكتيريا فين القمصان؟ فتبدا البكتيريا تصنع له قمصان، تصنع له بروتين كود. يبدا البكتيريا هي اللي تصنع الكود ليه؟ هو بيسيطر على الخليه. وبعد كده كل عيل يدخل فين؟ في قميصه. طبعا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها في الامتحان تقول لي كل عيل يدخل في قميصه. بتقول لي حصل اسمبلي. اسمبلي يعني تجميع. كل فيروس يتجمع في قميصه يعني. كل عيل دخل في قميصه ده عمليه اسمها اسمبلي. بس عايز حد ياخد باله من نقطه غريبه قوي حصلت دلوقتي. عندنا قميص زياده. قميص زياده، خد بالك؟ كل عيل يدخل في قميصه عمليه اسمها اسمبلي او باكجينج، تعبئه. كل عيل في قميصه عمليه اسمها اسمبلي او باكجينج. عندنا قميص زياده، قميص ملوش فيروس. خطا هيحصل فيه. هياخد جزء من الدي ان ايه. ايوه. اي دي ان ايه من البكتيريا على مقاس القميص يدخل هنا. اي دي ان ايه من الكروموزوم البكتيريا متقطع على مقاس القميص يدخل داخل هنا. ودي عمليه يسموها ميس باكجينج. ميس باكجينج تعبئه خاطئه. يعني اللي حصل عندنا قميص زياده دخل جواه حته دي ان ايه من الكروموزوم بتاع البكتيريا على مقاس القميص. وما تنساش ان دي بتاع البكتيريا حصل له فراجمنتيشن. فعندنا قميص زياده دخل جواه دي ان ايه من البكتيريا. القميص ده يا جماعه لو اتنقل للريسيبيانت، هل لو اتنقل بالريسيبيانت بينقل لها فيروس؟ لا. القميص ده لو اتنقل للريسيبيانت بينقل لها دي ان ايه من الدونر بكتيريا. دكتور عمرو دي ننهو في اي حته؟ اي حته مش فارقه معانا، ده معنى جنرالايز، بس اي حته مثلا قميص، اي حته ممكن تدخل في الكود. واضح الكلام صعب. تاني يا معلم، احنا بناخد مع بعض صفحه 9 عمليه اسمها الترانسدكشن. الترانسدكشن الجين يتنقل من دونر بكتيريا لريسيبيانت عن طريق فيروس سميناه ايه؟ بكتيريوفاج. جين يتنقل من دونر لريسيبيانت عن طريق فيروس سميناه بكتيريوفاج. وقلنا ان الفيروس لو نقل اي جين ده اسمه جنرالايز، امال لو نقل سبيشال جين؟ سبيشالايز. دي الدونر بكتيريا، الفيروس خبط، افتح يا حاجه. انت مين يا ابني؟ يا حاجه افتحي، انا البكتيريوفاج دخل جواها واول حاجه طلع من قميصه. ما يجي يسالك طلع من قميصه ليه؟ يقول له عشان يتكاثر. عشان يتكاثر ويجيب عيال، وخلي بالك ان الفيروس دي ان ايه مثلا. فمحتاج دي ان ايه فيقطع في الحاجه، يقطع الكروموسوم بتاع البكتيريا حتت. ياخد منه الدي ان ايه اللي هنا ده. عشان يحصل على دي ان ايه بيز ويبدا الفيروس يتكاثر. ما يجي يمشي يكتشف انه ما ينفعش يمشي كده. بابا محترم كان لابس كوت. فيقول لها بكتيريا صنع لي كوت. كل عيل يدخل في قميصه عمليه اسمها ايه؟ السمن. خطا عندنا قميص زياده. يعني يجي يقول لي في امتحان التك هنا فين يا ابني؟ يقول لي في القميص الزياده. التك عندنا في القميص الزياده اللي دخل جواه فيروس، وهذا القميص لو اتنقل للريسيبيانت ما بينقلش فيروس، بينقل جين من الدولار. ده جنرالايز. وبيجي سؤال الفيروس هنا اسمه ايه؟ نوع البكتيريوفاج هنا ايه؟ لايت اي، لايت اي. نوع البكتيريوفاج لايت اي. ومعنى جنرالايز انه نقل اي اي جين. يسالك اي جين؟ اه اي جين بس يدخل جوه الكود. وصلنا يا جماعه؟ وصلنا بسرعه؟ دكتور بالنسبه للجين اللي دخل هو شلون دخل؟ هو اساسا مو فيروس يعني. لا يا جماعه الكود ده، يا جماعه الكود ده عباره عن ليميت بيحوط اي دي ان جوه الخليه. هي إيه الفكره؟ يعني حتى لو احنا جبنا كود وربنا اي دي ان ده حوطه. بيتنقل الخليه مع البكتيريا بقى بالمناسبه كده خلاص ماتت، يعني حصل لها ربشه. اللي مش فاهم يا جماعه البكتيريا ماتت. البكتيريا دي خلاص قطعوها يا ابني حتت. فيحصل لها ربشه فكل اللي جواها هيطلع بره. طيب يا جماعه. لايتك قطع الكروموزوم بتاع البكتيريا. ده معنى لايتك. يعني هوريكم انيميشن المره الجايه يا جماعه. الكوت اللي هتشوفوها انيميشن المره الجايه وقتها الفيروس اللي خبط افتح يا حاج. سؤال، هل الكوت اللي فيه دي ان ايه من البكتيريا هو مانع عباره عن بكتيريا فيج وعشان دخل من السبيان؟ دخل سبيان عادي بس انت فاهم بقى؟ دخل عادي يا جماعه، هو الليمت بيعرف يكون عادي. الكوت بيعرف يكون عادي. يعني مناسب فيروس؟ يا جماعه عرفت بقى خلاص؟ طب نتكلم مع بعض على حاجه اسمها سبيشاليز ترانسلاكشن، فاهم يا جماعه؟ سبيشاليز ركز معايا.
ركز معايا يا جماعه، دي عباره عن بكتيريا زي الشيجيلا، وده سبيسيفيك جين جواها. دي عباره عن بكتيريا زي الشيجيلا، وده جين خطير جواها، واخد عليها خطير. يعني ده جين بيطلع سم معروف انه بيعمل فشل كلوي، المثال اللي ضربته في الاول. ده عباره عن ميكروب الشيجيلا، وده عباره عن سبيسيفيك جين. ده الدونر بكتيريا. يعني هنا في عندنا سبيسيفيك جين، ودي عباره عن البكتيريا الريسيبيانت وما عندهاش هذا الجين. وبنشرح في عمليه اسمها سبيشاليزد، وفيها السبيسيفيك جين ده بس هو السبيسيفيك جين ده بس هو اللي اتنقل من الدونر لمين؟ للريسيبيانت. تعالى نشوف مع بعض مين اللي هينقله. قلنا يا جماعه لان السبيسيفيك جين ده عباره عن فيروس سرمناه بكتيريوفاج. والفيروس عباره عن حته دي ان خطب قميص اسمه كود. والناس يا جماعه الفيروس والدين ده، يعني حتى لو ما فيش حواليه كود اسمه برضه هو ده الفيروس. الكود ده مجرد قميص، يعني انت اسمك مثلا علي، سواء لابس القميص ده مش لابسه، بس طبعا ما حدش فيهم يمشي من غير قميص. طيب هذا البكتيريوفاج يعرف باسم تمبرت. اسمه الاولاني تمبرت، معنى تمبرت مؤقت. معنى كلمه تمبرت مؤقت. وليه اسم تاني؟ لايسوجينيك. لايسوجينيك بيقطع. بيقطع. هذا الفيروس ليه اسمين، تمبرت مؤقت ولايسوجينيك بيقطع. هيقول لي طب ولايتك؟ بيحلل، بيقطع جامد. طبعا يعني ايه الفرق بين كلمه لايتك ولايسوجينيك؟ لا هي لايت يا جماعه بيحصل دستراكشن جامد. لايسوجينيك انا قطعت حاجه من غير ما اعمل دستراكشن. كلمه لايسس يعني انت حللت الكروموزوم، قطعته حته صغيره خالص. لايسوجينيك انا بقطع من غير ما اكسر الكروموزوم، باخد حته صغيره منه. يبقى عندنا مع بعض هذا الفيروس اسمه تمبرت مؤقت او لايسوجينيك. الفيروس يخبط على الحاجه، افتح يا حاجه. انت مين يا ابني؟ انا البكتيريوفاج، افتح يا ولية. يا ابني انت مش داخل من شويه؟ لا يا حاجه ده اخويا. انا واحد غيره اسمه تمبرت او اسمه ايه؟ لايسوجينيك. افتح يا حاجه عشان نخلص بسرعه. فالفيروس يدخل جوه البكتيريا واول حاجه يطلع من قميصه. وهنا السؤال لما دخل وطلع من قميصه يا ترى هيعمل ايه؟ ولا عشان يجيب عيال؟ لا ده مش داخل يجيب عيال. ده مش داخل يجيب عيال، ده داخل ينام. داخل ينام، يا ترى هينام فين؟ بيقول لك هذا الفيروس داخل جوه البكتيريا عشان ينام. طلع من قميصه وقال لك انا عايز انام. هذا الفيروس يا جماعه بيجي في المنطقه ديت ويعمل انتجريشن. ربنا خلقه يعمل انتجريشن تحت جين معين. هذا الفيروس بيدخل ينام تحت جين معين، ربنا خلقه كده، يدخل البكتيريا يدخل يحشر نفسه في الكروموزوم بس مش في نقطة معينة، تحت جين معين. المنظر ده البكتيريا الفيروس دخل ونام تحت الجين الخاص بهذه البكتيريا. طبعا في امتحان مش هتقول لي دخل ونام وحشر نفسه، اسمها انتجريشن. زي مش هتقول لي ودخل في قميصه، اسمها اسمبلي. وما تقوليش قميص زيادة ودخل جواه جين بتاع دي ان ايه، اسمها ميس باكجينج. احنا محترمين يا جماعه. يبقى تاني بقى الفيروس دخل وحشر نفسه في الكروموسوم تحت جين معين ونام. وحليه وبعدين؟ فضل نايم. ساعات الفيروس بيفضل نايم جوه البكتيريا، نايم واخد بالك فين؟ في قلب الكروموسوم، راسه على مخده. اسمها السبيسيفيك جين. بعد فتره يا جماعه الفيروس هيصحى يقول لك انا ماشي. بعد فتره الفيروس هيصحى يقول لك انا ماشي. يا جماعه كل الرسومات دي رسومات الدونر، فاهمين؟ الفيروس بعد فتره يمشي ويقول لك انا ماشي، ويرجع لقميصه ويقول لك انا راجع لقميصي يا جماعه، انا صحيت. فالبكتيريا تقول له حرام عليك تسيبني لوحدي؟ يقول لها يا حاجه انا تمبرت. يعني ايه تمبرت؟ ما بقعدش كتير يا حاجه، بدخل انام واصحى وامشي. تمبرت مؤقت. هي البكتيريا بتقول له انت رايح على فين؟ قال لها يا حاجه انا مؤقت، انا بمشي بسرعه، انا محبه وامشي. انا مش بتاع خلفه والكلام ده. واللي هنا البكتيريا تبدا تصرخ، حرام عليك يا شيخ. خدت اعز ما قبله وانت ماشي. خدت اهم جين عندي قطعته وانت ماشي. وده معنى كلمة لايسوجينيك. وده معنى كلمة لايسوجينيك. يبقى قايل له انت رايح فين؟ لا ده انا مؤقت. قطعت اعز ما قبله، ده معنى كلمة لايسوجينيك. في امتحان مش تقول له قطعت عز جين على الدهب، بتقول حصل وهو خارج ان اكيوريت اكسيشن. الناس اللي فاكرها وحش تركز معايا.
حصل كلمة اسمها inaccurate oxygen. وقال لك يعني ايه يا ابني ايه inaccurate oxygen؟ قول له يا باشا يعني خرج غير مدخن. وهو خارج خد معايا خد جيل معايا. حصل كلمة اسمها inaccurate oxygen. هذا الفيروس يا جماعه بعد كده هيطلع يروح فين؟ هيطلع يروح الريسيبيانت ينام. بس وهو نايم جوه الريسيبيانت معاه ايه؟ بينام جوه الريسيبيانت ومعاه جين خطير. يعني وهو داخل ينام جوه الريسيبيانت راسه على المخده يقول لك لا خلاص انا معايا مخدتي واخدها معايا وانا بنام في الريسيبيانت معاه جين خطير. هنا الريسيبيانت تبدا تطلع السم بتاع هذا الجين الخطير. يعني من الاخر يا جماعه الايكولاي اللي عندها نفس السم خطيط على الشيجيلا ده تاكد ان نايم جواها فيروس ومعاه جين. وصلت؟ لا الحته دي مش فاهم. يعني الفيروس نام جوه الريسيبيانت ومعاه جين خطير فالريسيبيانت تبدا تصنع السم بتاع هذا الجين الخطير. كده خدنا مع بعض نوعين من الترانسدكشن جنرالايز وايه؟ سبيشالايز. قلنا مع بعض الجنرالايز يا بيه قلنا مع بعض الجنرالايز اميها فيروس سميناه ايه؟ لايت. والسبيشالايز اميها فيروس سميناه لايسوجينيك او تمبرت. فاهمين القصه يا جماعه؟ طب الحمد لله. هشوفوها يا باشا المره الجايه في الاول. لا هشوفوها ما تقلقوش احنا لسه بس. خلاص يا جماعه امسح؟ خدنا الحمد لله صفحة 9 ولله الحمد صفحة 10 يعني عشان نرجع على 9 صفحة 10 لقيت تاني يا جماعة ونركز مع بعض يا ريت اللي بيتكلم ورا يا ريت تركز معايا. يبقى التراس اكشن انتقال جينات من دونر لمين؟ ريسيبيانت باي حرامي اسمه بكتيريوفاج. لو نقل اي جين اسمها جنرالايز. لو نقل سبيسيفيك جين الحرامي الجنرالايز ليه وصف لايتنج والسبيشالايز تمبرت او وفي متوقف القصه. لو حد قالك التكه فين في الجنرالايز قول له قميص زياده وحصل فيه ميس باكجنج. التكه فين في السبيشالايز ان اكيوريت اكسجين هي التكه. طيب ماشي يا جماعه تعالى نتكلم مع بعض على الطريقه الثانيه لانتقال الجينات في 10 اسمها ترانسفورميشن. اسمها ترانسفورميشن. بصوا بقى معايا هي الترانسفورميشن دي يا جماعه طريقه لانتقال الجينات من بكتيريا لبكتيريا. اول حاجه احنا شفناها نيتشرال بتحصل في الطبيعه. فالطبيعه لقينا مجموعه بكتيريا اسمها هولنا بياكلوا بعض. هولنا اللي هي الهيموفلس انفلونزا والان مننجايتس. سمعنا عنها؟ الاتش انفلونزا والان مننجايتس. حد سمع عنها؟ الاتش انفلونزا والان جونوريه. مجموعه اسمها هولنا. هذه المجموعة من البكتيريا معروف انها في الطبيعة بتاكل بعضها. بتاكل الدي ان بتاع بعضها. واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. كل البكتيريا ما بيحصلش فيها القصة دي، القصة دي بتحصل بس في بكتيريا من جماعة بكلمة ايه؟ هولنا. ايه اللي بيحصل؟ في عالم البكتيريا يا جماعة لازم توصل لمعلومة ان البكتيريا بتموت بعد فترة. مفيش حاجة اسمها بكتيريا ما بتعيش أكتر من 4 أيام. العمر البكتيريا الماكسيموم 4 أيام بعد كده تموت. هو السؤال لما تموت البكتيريا وتتحلل. أدي بكتيريا ماتت واتحللت. اللي بيحصل الدي ان بتاعها الدي ان ايه هو كمان بيتحلل لاجزاء صغيره. يعني في الطبيعه اي بكتيريا بتموت بتحلل والدي ان بتاعها بيتقطع لاجزاء صغيره وتحلل لاجزاء صغيره. ده بيحصل فين؟ في الطبيعه. واول ما البكتيريا تموت نلاقي مع البكتيريا اللي هي اسمها هولنا اتلم حواليه خطوب اللي ماتت. وكل واحده طبعانه في حته الدي ان ايه. يقول لك حرام عليك يا شيخ انت مت. حته الدي ان ايه يا اختي. يبقى في الطبيعه في مجموعه من البكتيريا اسمها ايه؟ هولنا. هنا في سؤال يقول لك النيتشرال ترانسفورميشن ان شويه بكتيريا يتلم على خطهم ياخدوا الدين بتاعهم ياكلوه ده كومن ولا رير؟ رير رير ما بيحصلش الا مع 3 بكتيريا واخدين كلمه ايه؟ هولنا. تلاقي هذه البكتيريا اتلمت على اختها اللي ماتت وتحللت وكل واحده قال ايه؟ مطلعه بروتين يجيب لها حته دي ان ايه ودخله جواها. بتلاقي كل بكتيريا بتفرز بروتين البروتين ده بيتلف على الدي ان ايه وهو مرجعه للبكتيريا. يعني يا جماعه البكتيريا ما عندهاش ايه؟ فبتطلع بروتين بره يسحب لها الدي ان جواها. ده بيتنافسوا مع بعض. يعني ايه بيتنافسوا؟ بتلاقي بالعاده يا اختي انا هاخد كله. فهذا البروتين سموه كومبتنس بروتين، فاهم يعني ايه كومبتنس؟ ده بروتين بيخلي البكتيريا تتنافس على الدي ان بتاعها اللي ماتت. حتى في عالم البكتيريا لقينا مجموعه قذره من البكتيريا بتستحل الدم اختها اللي ماتت. وقال ايه مطلعها بروتين يجيب لها الدي ان ايه سميناها كومبتنس بروتين بيتنافسوا مع بعض على الدي ان بتاع اختها. ودي مجموعه رير من البكتيريا الاصل البكتيريا انها عمرها تعمل كده. دي مجموعه رير.
طب هل الكلام ده يا جماعه هيفيدنا ارتفيشال؟ هل الكلام ده ممكن في المعامل يفيدنا؟ يفيدنا حاجه غريبه جدا. الناس بقى اللي بتفكر ان الكلام ده كلام ممتاز. الوقت يا جماعه كومن في البكتيريا الكلام ده يحصل؟ لا ده ريت. انا عندنا يا جماعه ميكروب خطير مثلا زي الايبولا. الايبولا ده فيروس خطير. ساعات العلماء قال لك احنا عايزين ايبولا تبقى ايه؟ ميكروب اخطر واخبث. فيجيبوا له يا جماعه جين مثلا من السل. بالمناسبه يا جماعه الايبولا ما اتنقلش في الهواء مسافات طويله. ما اتنقلش مسافات طويله. لكن احنا لو جبنا له جين من السل اتنقل مسافات طويله يبقى عملنا المعجزه. يعني حققنا خطوه للبشريه. فده عباره عن جين من السل بيخلي السل يتنقل مسافات طويله. وعايز ادخل الجين ده جوه مين؟ الايبولا. الايبولا يا جماعه من الفيروسات او البكتيريا اللي عمرها ما تاخد جين بره. الكلام ده عمره يحصل في مجموعه اسمها ايه؟ فن. اجي اقول لها خد يا اختي تقول لك لا انا ام نوت كومبتنس انا عمري ما اتنافس. ده انا الايبولا يا ابني. انا الايبولا هتديني اخطر من كده ايه؟ طب خدي بس اسمعي الكلام هتبقى اخبث هتبقى اخطر بترفض. طب احنا عايزين نخليها اخطر نعمل ايه؟ بس عايزه تاخد الجين ده المعفنه مش عايز ياخد حاجه قدامها. في الحاله دي لازم اعزلها. اول حاجه في العذاب ان انا احرقها بكالسيوم كلورايد. احرقها بماده حارقه اسمها كالسيوم كلورايد. اعرضها لكهرباء. اجيب الايبولا واعرضها لكهرباء الكتريك شوك. والكلام ده هيتقال في الامتحان بالطريقه دي. ان احنا فعلا بنعرض هذا الميكروب لكالسيوم كلورايد وده ماده حارقه والالكتريك شوك. بس هل احنا فعلا بنعذبها؟ لا خالص. سواء ماده حارقه او الكتريك شوك الهدف ايه بقى؟ الهدف ان انا اعمل بور في السلمبرين. اعمل بور في السلمبرين. انت لما تعرض اي حاجه لكالسيوم كلورايد ايتريك شوك انت بتعمل اخرام في السلمبرين بتاع الميكروب ده. يا ترى انا عايز اعمل اخرام في السلمبرين دي. عشان الدي ان ده يدخل جوه. وتصبح الايبولا اقوى واقوى. دكتور عمرو هو الالكتريك شوك دي كلمه مش مكتوبه عندنا، مكتوبه عندنا كلمه اسمها الكترو بوريشن. ما انت لو ركزت يعني ايه الكترو بوريشن تفهمها. الكترو الكتريك شوك هدفه يعمل بورس. الكترو بوريشن. طبعا ممكن يسالني في الامتحان يعني ايه الكترو بوريشن؟ اسالك ايه المشكله؟ تقول لي يا باشا الكترو بوريشن جبنا ميكشر، ركز معايا عشان خاطر. جبنا ميكشر عباره عن ميكروب ودي ان ايه. تاني جبنا ميكشر عباره عن ميكروب وايه؟ ودي ان ايه عشان يدخل جواه. ميكروب ودي ان ايه. وعرضناه لكهرباء الكتريك شوك جزء من الساميه. فالدي ان ايه دخل جوه الميكروب. مفهوم يا جماعه؟ يبقى يا جماعه عشان ندخل الجين بالعافيه جوه الميكروب عندنا طريقتين، كالسيوم كلورايد او الكتروبوريشن عن طريق الكتريك شوك. بعض الناس لما تقول لك الكتروبوريشن بتقول كلام غريب، يقول لك ميكشر اوف دي ان اي اند ريسيبيانت. يا جماعه ما هو ده الريسيبيانت وده الدي ان اي، هنعرضهم الكتريك ايه؟ شوك. في بعض الناس بيتخلفوا في الامتحان يقول لك وعذبنا البكتيريا يا باشا. عذبنا بيه مفيش عذاب. انا عايز اعمل اخراج في سن مبريد. وصل؟ كده خلصنا يا جماعه صفحه 15، صفحه 57. ممكن اسرع يا جماعه عشان خاطري؟ هو يا جماعه الكلام ده صعب. طب سؤال يا جماعه، سؤال ليه في امتحان مشهور قوي، سؤال ليكم يا جماعه، هو الايبولا يا جماعه او الانثراكس اللي هي الجمره الخبيثه اللي هم ساعات بيخلوها اخطر، هل هي بكتيريا كومبتنس تنافس؟ لا. طب انا ليه بعمل لها كالسيوم كلورايد وايبتو بورشن اخليها تديني بالعافيه؟ عشان اخليها جين خطير. يعني انا برغمها انها تاخد الجين خطير. برغمها لانها مش كومبتنس. فجي مره سؤال للناس قال لهم عشان تاخد الجين خطير بالعافيه. تعمل ايه؟ الاجابه سهله كالسيوم كلورايد والكتريك شوك. جه مره سؤال قال لك الدوره الخبيثه عشان تخليها كومبتنس. كومبتنس. تعمل ايه؟ فالناس جت على السؤال قال نو كومبتنس. يا جدعان حرام عليكم. انا عايز اخلي الجمره الخبيثه كومبتنس، انا عارف انها نو كومبتنس. يبقى عشان اخليها كومبتنس وعشان اخليها غصب عنها تتنافس على الجين الخطير اعرضها لكالسيوم كلورايد والكتريك شوك. فهمتوا يا جماعه معنى الكلمه؟ نجيب مع بعض اخر طريقه للجين ترانسفير اسمها كونجوجيشن. اخر طريقه للجين ترانسفير كونجوجيشن، احنا مرتين. نيجي بقى للطريقه الكبيره اللي هي كونجوجيشن عشان خاطر نركز مع بعض لكل مره. بص معايا يا جماعة. بيقول لك في عالم البكتيريا اللي مش فاهم احنا بنشرح فين. انا بشرح موضوع اسمه جين ترانسفير.
الجي ممكن يتنقل بفيروس بطريقه اسمها ترانسدكشن، او ممكن الجي يتحط على البكتيريا وتلهفه في الطبيعه، تلهفه وفي المعمل اجبرها انها تلهفه، ودي طريقه اسمها ترانسفورميشن. انا بشرح اخر طريقه اسمها كونجوجيشن. في عالم البكتيريا ما عندنا بكتيريا ميل وبكتيريا فيميل، اكيد مش خالص. في عالم البكتيريا عندنا بكتيريا ميل وبكتيريا فيميل. وعندنا حتى في البكتيريا فيميل وفيميل والبكتيريا الميل عندها بايل يا ابني اسمه السكس بايل. عندها كده فيلمنت قصيره طالعه منها اسمها السكس بايل، بقينا في الرسمه عندهم. يبقى عندنا بكتيريا ميل وفيميل، والفيميل عندها سكس بايل؟ لا، عندها ريسبتور للبايل ده. يبقى عندنا بكتيريا ميل وفيميل، بس عايز اقفل امتحان. طب ليه فيميل وفيميل؟ بعض الناس قاعده بتقول لك اصل عنده سكس بايل دي ما عندهاش، نقول له طب ليه؟ يقول لك اصل ده راجل وده ست. المهم يا جماعه الاجابه بتاع السؤال ده ايه بقى؟ هو البكتيريا عندها كروموزوم ودي عندها كروموزوم، صح؟ اي بكتيريا عندها كروموزوم. البكتيريا الميل عندها نوع من البلازمين، نوع. اصل البلازمين ده انواع كتير. البكتيريا الميل عندها نوع من البلازمين، يعني ايه بلازمين؟ ده حته الدي ان اللي كانت مدوره بره الكروموزوم. البكتيريا الميل عندها بلازمين عليه تو جين، جينات تكون السكس بايلي وجينات ثانيه اسمها تراجين. تراجين يعني ايه؟ ادي علامه استفهام عليه. يعني يجي حد يسالك هو ليه الميل ميل وعنده سكس بايلي؟ يقول له يا باشا مش عنده بلازمين، عنده نوع معين من البلازمين عليه جينات تكون السكس بايلي وجينات ثانيه هي اسمها تراجين. طب والفيميل؟ لا الفيميل ما عندهاش حاجه. الفيميل ما عندهاش بلازمين عليه جينات سكس بايلي. المهم يا جماعه السكس بايلي ده ليه اسم ثاني سموه اف بايلي. طب يعني ايه اف؟ اف يا جماعه جايه من كلمه فيرتيلتي بايلي. يعني ده عباره عن بايلي هيعمل اخصاب للفيميل. يبقى البايلي اسمه سكس بايلي او فيرتيلتي بايلي او اسمه اف اف بايلي. وهذا النوع من البلازمين عليه جينات السكس بايلي وجينات اسمها تراجين، النوع ده من البلازمين هنسميه اف بلازمين. اف بلازمين اللي هو عليه جينات تكون فيرتيلتي بايلي. اقول لك تاني من الاول بقى، من الاول. العمليه بتكبر. بص يا بيه، يعني سهله قوي. الراجل ليه؟ الراجل عشان عنده جين مكون له سكس بايل، والفيميل ما عندهاش الجين بتاع سكس بايل. طب الراجل عنده جين بتاع سكس بايل موجود على حاجه اسمها ايه؟ بلازمين. هذا البلازمين اللي بيكون السكس بايلي وتراجين سموه اف بلازمين، اف يعني فيرتيلتي بلازمين. ماشي. طب ايه رايك يا جماعه نسمي البكتيريا الميل اف بوزيتيف؟ اف بوزيتيف عندها الاف بايلي، والبكتيريا الفيميل اف نيجاتيف ما عندهاش فيرتيلتي بايلي. يعني عندنا ميل اف بوزيتيف وفي ميل اف نيجاتيف. ايوه بعدين يا دكتور عمرو. تعالى نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل في عالم الجرام نيجاتيف بكتيريا بقى. هناخد مع بعض اللي بيحصل في الجرام نيجاتيف بكتيريا. اول حاجه في الجرام نيجاتيف بكتيريا الميل عنده 6 ايه؟ طيب والفيميل ما عندهاش، عندها ريسبتور. اللي بيحصل في عالم الجرام نيجاتيف بكتيريا بيقول لك اول بكتيريا في ميل تقرب لميل، اول خطوه تحصل الونجيشن للسكس بايلي. السكس بايلي يطول يوصل للفيميل. يعني اول خطوه تحصل الونجيشن للسكس بايلي يمسك في ريسبتور على الفيميل. ده اول خطوه. يبقى اول خطوه الونجيشن. قال لي طب وبعدين؟ بعد ما السكس بايلي يمسك في ميل كويس يحصل له ريتراكشن. حد عارف يعني ايه ريتراكشن؟ ريتراكشن يرجع ورا تاني. قال يعني يقصر يعني طب استفدنا ايه؟ يا بيه ما عشان الفيميل تقرب قوي للميل. هو السكس بايلي لما يحصل له ريتراكشن كده الفيميل قربت للميل خالص. يبقى اول خطوه الونجيشن وباينه في الرسمه، وبعد كده ريتراكشن تلاقيهم الاثنين مسلمين في بعض. قال له بعدين؟ وبعد كده السكس بايلي يكبر ويبقى حاجه كبيره قوي. وما عادش بايظ يبقى كوبري. يسموه كونجوجيشن بريدج. تاني بقى. يبقى عندنا مع بعض اول خطوه الانجيشن السكس بايظ. حصل له بعدها ريتراكشن، كبر ووسع وبقى حاجه كبيره اسمها كونجوجيشن بريدج. طيب قال لي تاني انجيشن ريتراكشن بقى كونجوجيشن بريدج. وبعدين؟
هو مع البلازميد دي ان صح؟ هو البلازميد ده اسمه اف بلازميد، عليه جينات تكون ايه؟ السكس بايت، وجينات تانية اسمها ايه؟ را جين. را دي يا جماعة اختصار كلمة ترانسفير. يعني دي عبارة عن جينات بتطلع حاجة اسمها ترانسفير انزيمز. يعني يجي حد يقول لك الترا جين سمعت عنها؟ أقول له أه يا باشا، عشان أنتوا وقتكم ضيق ما كملتوش الكلمة. ترا جين اختصار كلمة ترانسفير انزيم جين. دي جينات بتطلع ترانسفير انزايم. نهاية تانية مع أول خطوة حصل الونجيشن لمين؟ للسكس بايت، وبعد كده حصل له ريتراكشن، وبعد كده يا كوبري اسمه كونجوجيشن بريدج. قال لي بعدين مش البلازميد دي ان يا جماعة؟ البلازميد دي ان ايه؟ الدين يا جماعة دبل ستراند، في ستراند هيتكسر. هي رسمة باينة؟ في ستراند هيتكسر. في ستراند هيحصل فيه كسر. يعني الخطة الرابعة ان في ستراند في الدي ان هيتكسر. الاستراند اللي اتكسر ده هيروح الناحية التانية. لا تانية طلع معلش. الاستراند اللي اتكسر ده هيعبر كونجوجيشن بريدج عشان يروح الناحية التانية. شايفينه معايا؟ الاستراند اللي اتكسر ده هيبدأ يتحرك عشان يوصل للناحية التانية. طب مين اللي حركه؟ اللي حركه الناحية التانية؟ اللي حركه الناحية التانية انزيمز اسمها ترانسفير انزيمز. بيطلعها جين اسمه تراب جين. يعني في ستراند اتكسر هيروح الناحية التانية، وبعدين يرجع تاني سيركلر. يعني في ستراند اتنقل للناحية التانية، ويرجع تاني سيركلر. التو بكتيريا هينفصلوا بعديها. التو بكتيريا هينفصلوا بعديها. بس يا جماعة في قاعدة في الدي ان ايه. عمرنا ما سمعنا عن دي ان سنجل. دايما السنجل دي ان بيكون انذر ستراند. يعني هنا عندنا ستراند راح الناحية التانية. هيكون انذر ستراند، والستراند اللي باقي هنا هيكون انذر ستراند. واحد يقطع عمره، وبعدين في مفاجأة مش حلوة خالص. المفاجأة اللي مش حلوة ان الراجل لسه راجل، والست بقت راجل. تحولت من فيميل لميل، وتحولت من اف نيجاتيف لاف بوستيف. بتدور على فيميل هي كمان. في عالم البكتيريا عندنا مأساة. الفيميل بيقل. ده حقيقي ما مش ظاهر. اما في عالمنا احنا المفروض الراجل يتجوز 3-4 بالعافيه، لان يعني الفيميل اكتر من الرجاله. سواء انتم موافقين او مش موافقين، انا ده مبدئي بس مش عارف انفذه. لا هو العلم الراجل بيتجوز 2 و3 و4 هو كده بيتجنن. يعني مش حاجه كويسه ليه. هو كده واحد مجنون. بس الفكره في فعلا نسبة كبيرة من الفيميل، من الفيميل أكتر من ميله خالص. ففي نسبة هتقعد من غير جواز ده حرام. نرجع للموضوع. يبقى عندنا مع بعض الفيميل اتقلت بميل والإف ريل بإف بشرة. أول جين اسمه جين تعليم. سكس باي. خلاص أنا مش فاهم. أول جين ده جين بتاع سكس إيه؟ سكس باي. والجين اسمه ترا جين بتطلع إنزيم اسمها إيه؟ نهاية كويس هنا الناحية التانية رجع سيبلر. الفيميل لسه في مين؟ حوالات من اف نيجاتيف لاف ايه؟ ده الكونجوجيشن في الجرام نيجاتيف. ما سهلة؟ انت عندك رسمة يا جماعة بص عليها عشان في ايام امتحانات ممكن ما تضحكش. بص على الرسمة دي. تعالى نبص مع بعض بقى على الجرام بص بكتيريا. خلاص الجرام نيجاتيف. هتكلم على الجرام بص في الأول. ركزوا معايا كده. خلاص الجرام نيجاتيف بكتيريا، هنتكلم على الجرام بوست بكتيريا. ادي بكتيريا ميل وادي بكتيريا في ميل. والنبي يا جماعه تركزوا معايا عشان خاطر عشان الكلام ده محتاجين نركز شويه. الكلام ده هنشوفه انيميشن بس نركز فيه شويه. من دي بكتيريا ميل وده في ميل. يعني ايه ميل؟ يعني عنده بلازمين اسمه اف بلازمين. في ميل ما عندهاش هذا النوع. هو سامع هو مين اتنقل في الجرام نيجاتيف دلوقتي؟ لا مين اتنقل؟ سياسه ورا في الجرام نيجاتيف اتنقل البلازمين برافو. اتنقل نوع من البلازمين اسمه اف ايه؟ بلازمين برافو. ايه؟ لسه قول يا جماعه لسه قول. في الجرام بوستيف ده بكتيريا انا مش هجرام بوستيف دلوقتي يا جماعه. دي بكتيريا ميل ودي في ميل. ده عنده اف بلازمين وده ما عندوش. ده عليه جينات اسمها تراجين. مفهوم عليه تراجين صح؟ وجينات تانية بتعمل مادة أديتيف. دكتور عامر لا أحسن.
يعني البلازميد اللي اسمه اف بلازميد عليه 2 جين هنا في الجرام بوزيتيف، عنده ترى جين بتاع ترانسفير وعنده جين طلع مادة اديسيف، يعني طبعا ما هي مادة اديسيف. افهمك بقى لو تعمل يعني مين عنده 6 باي لي؟ لا ما عندوش في عالم الجرام بوزيتيف، ما عندوش 6 باي. قال يعني مين برضه؟ اه مين؟ وهي يعني طلع ايه مكان 6 باي لي؟ طلع مادة اديسيف. يعني في الجرام نيجاتيف اتنقل بلازمين عن طريق ال 6 ايه؟ ال 6 باي لي. خلينا في الجرام بوزيتيف بقى. هو الراجل راجل ازاي هنا يا دكتور عمرو؟ هو راجل يا جماعه، راجل وراجل ومطلع ماده اديسيف وعنده جين اسمه تراس جين وعنده بلازمين اسمه اف بلازمين، مش شرط الراجل يبقى عنده 6 باي. طيب بعدين بيقول لك لما بكتيريا في ايميل تقرب لايميل تبدا تعمل له اثاره، بيبدا بريحه اسمها فيرومين. خدتوها؟ لما بكتيريا في ايميل تقرب للراجل بتعمل له اثاره، بتطلع له كده ماده بريحه تعمل له اثاره اسمها فيرومين. اسمها الفيرومين. فالراجل ينشط ينشط والجين بتاعه يشتغل، الجين ده يشتغل ويطلع على سطحه ماده ايه؟ ادهيزف. يبقى عندنا البكتيريا الفينين عندنا مع بعض البكتيريا الفينين بتصير الراجل بماده اسمها الفيرومين. فالراجل ينشط والجين بتاعه بتاع ماده ادهيزف طلع ماده ادهيزف على السطح. فالفينين تقول له تخيبك راجل، ده اللي انت قلبت عليه. فالفيميل في الاخر بتعمل ايه بقى؟ تروح تلزق له خالص، تقوم رحله وتقوم لازق على الماده الاديزف ده. وقف كلام بقى خلاص. الفيميل تلزق على الماده الاديزف ده. دكتور عمرو بعدين الماده الاديزف تفتح وتبقى كونجوجيشن بريدج. الماده الاديزف تفتح وتبقى كونجوجيشن بريدج. حلو بعدين. وفي ستانلي اتكسر بيروح الناحيه الثانيه بانزيم اسمها ترانسفير انزايم، كل سنه تتكون انذر استراند. دكتور عمرو يعني انا اكمل نفس الخطوات بتاع الجرام نيجاتيف؟ نفسها بالظبط. بس بدل ما تقول الونجيشن ريتراكشن، لا لا ادهيزف والفيمير راح اتلزقت. طلع الراجل ماده ادهيزف مفيش الونجيشن والفيمير راح اتلزقت فيه، وبعد كده الماده الادهيزف فتحت على شكل كونجوكيشن بريدج. السؤال يا جماعه في الجرام بص في البلازمين برضه اتجمع صح؟ البلازمين ده هيتنقل يا جماعه، تفهم لها؟ هي اول خطوات؟ في ستاند اتكسر يروح الناحيه الثانيه، بس مش عن طريق 6 باي، عن طريق ماده ايه؟ ده بيجي سؤال في الامتحان. بيجي سؤال في الامتحان يقول لك في الجرام بوستف ايه الحاجه اللي موجوده مكان ال 6 باي؟ يقول لك الفيرومين ماده ادهيزف 6 باي اكبر. ففي ناس بتقول حاجه غريبه، الماده الموجوده في الجرام بوستف مكان ال 6 باي ماده ايه؟ ماده ادهيزف. اللي بيقوم يا جماعه بنفس الشغل بتاع 6 باي ماده ايه؟ ادهيزف. هو في 2 ام بي هنقولهم ويبقى لنا بعدها سؤال اخير. هو يا جماعه لازم ال 6 باي لي جينات تبقى على البلازمين؟ قال لك ده الكومن. ساعات نلاقي جينات ال 6 باي لي على حته دي ان جوه بكتيريا اسمها ترانسبوزوم. بس الكومن في الامتحان يقول لك ايه الكومن؟ ان جينات ال 6 باي لي والادهيزم على نوع اسمه الاف ايه؟ بلازمين ده او ال ان بي. طب هو في سؤال بعض الناس بدأوا يفكروا فيه ورا، انا عارف. هو ممكن البكتيريا تتجوزني؟ يعني تطلع 6 باي لي تتجوز خلايا السكين بتاعتي وتنقلي بلازميد؟ اه ممكن. ممكن يحصل كونجوكيشن ما بين البكتيريا اللي هي بروكاريوتيك ولا اللي انا ايه كاريوتيك. ممكن البكتيريا تنقلي بلازميد بتاعها. اقول له طعم انت عايز توصل ايه؟ الكلام ده هنستخدمه بعدين. هنستخدمه في صناعه رجال او ناس عندها خصائص معينه. احنا ممكن نصنع ناس عندها خصائص معينه بسبب الفكره دي، ان انا اجوز خلايا البكتيريا. نرجع لموضوعنا. اخر نقطه بس بعض الناس بتسال، طب هل البلازمين بس بيتنقل؟ اه البلازمين بس بيتنقل. في الجرام نيجاتيف اتنقل عن طريق 6 باي، وبالبوزيتيف اتنقل عن طريق ماده اديزف. اخر سؤال، هل الكروموزوم ممكن يتنقل؟ كله ركز معايا عشان خاطر الحته دي يا جماعه رخمه شويه والناس كلها بتتضايق منها، عشان خاطر ركزوا معايا. هل الكروموزوم ممكن يتنقل؟ اخر حته خلاص مكتوب عندك ميثود اوف كروموزومال ترانسفير. هل الكروموزوم ممكن يتنقل؟ يا ريت تسيبه معايا عشان خاطر معايا. بصوا معايا، ساعات يا جماعه بنلاقي بكتيريا في الطبيعه بنسبه 1 على 10 اس 5. الكلام ده بنلاقيه في الطبيعه. وعايز اقول يعني ايه بنسبه 1 على 10 اس 5؟ يعني بكتيريا على كل 100,000 بكتيريا. مش فاهم. طب اسهلها لك، يعني بنسبه 10 اس ماينس 5. كده انت فهمت؟ تاني يا جماعه،
انا طبعا مش هقول لك بيحصل الكلام ده بنسبه 1 على كل 100000 بكتيريا يا سي فهمي، لا هيقول لك بيحصل بنسبه 10 اس ماينس 5 كده هيضمن ان محدش يفهم حاجه. يا جماعه 10 اس ماينس 5 هي 1 10 اس 5 ايه اللي بنلاقيه بقى بنسبه 1 على كل 100000 بكتيريا؟ ده نوع معين من البلازميد اسمه الاف ايه؟ اف بلازميد. ده نوع معين من البلازميد اسمه الاف بلازميد. اه يعني هنا في 6 بايت. لو دي جرام نيجاتيف يبقى عندها 6 ايه؟ بايت. وده الكروموزوم بتاع البكتيريا. ده الكروموزوم. ده عباره عن اف بلازميد وده عباره عن كروموزوم بتاع البكتيريا. ده عباره عن الاف بلازميد وده عباره عن الكروموزوم بتاع البكتيريا. ساعات يا جماعه بنلاقي الكلام ده سرير قوي. رير ونلاقيه بنسبه 1 على 10 اس 5. ساعات نلاقي البلازميد والكروموزوم بتاع البكتيريا عاملين مع بعض ريكومباينيشن. يعني متحدين مع بعض. ساعات الكلام ده بنلاقيه بس بنسبه 1 على كل 100000. يعني نسبه كده تكون مش موجوده. ساعات على كل 100000 بكتيريا نلاقي بكتيريا واحده. بنلاقي البلازمين والكروموزوم بتوعها عاملين مع بعض ريكومباينيشن متحدين في دايره واحده. شايف المنظر؟ هذه البكتيريا لها اسم يسموها ريكومباينيشن بكتيريا صح؟ ريكومباينيشن بس الاسم سهل عليكم. ما ينفعش انا اقول لك ريكومباينيشن بكتيريا جايز تفهم ان احنا قصدنا ريكومباينيشن بين البلازمين والكروموزوم. طب هو مش هيبقى البلازمين ده عليه جينات كتير والكروموزوم عليه جينات كتير لما حصل لهم ريكومباينيشن حصل ريكومباينيشن عدد كبير من الجينات يبقى نسميها هاي فريكونسي اوف ريكومباينيشن. يعني ايه هاي فريكونسي؟ يعني هاي فريكونسي اوف جين حصل لها ريكومباينيشن. عدد كبير من الجينات هنا وهنا عملوا مع بعض ريكومباينيشن. عملوا طبعا كده مفيش حاجه. وده المطلوب. المطلوب يا ابني ان احنا نوصل للمرحله دي. انك انت تفهم يعني ايه هاي فريكونسي اوف ريكومباينيشن. يبقى كلمة هاي فريكونسي يعني عدد كبير من الجينات. هنا وهنا حصلوا مع بعض ريكومباينيشن. السؤال اللي عرفت امتحان. الهاي فريكونسي ريكومباينيشن بكتيريا نسبتها في الطبيعة كام؟ 1 10 اس كام؟ 5. مرة في الامتحان جابوا لهم 10 اس 5 10 اس ماينس 5 50. أنا فاكر الإجابات كلها كانت يعني تودي في داهية. فالإجابة 10 اس ماينس 5 هي 1 10 اس كام؟ 5. السؤال يا جماعة البكتيريا ديت لو عملت كونجوجيشن مع أي بكتيريا إيه اللي هيحصل؟ لو البكتيريا دي عملت كونجوجيشن، البكتيريا اللي هي عندها بلازمين وكروموزوم عاملين مع بعض ريكومباينيشن. هي البكتيريا لو عملت كونجوجيشن يعني الونجيشن لل 6 باي دي وبعد الونجيشن يحصل ايه؟ ريتراكشن ويبقى كوبر اسمه كونجوجيشن بريدج. سؤال هنا البلازمين هيتكسر ويروح الناحيه الثانيه صح؟ طب انا سيبوني بس اكملها معاكم ماشي خطا. البلازميد هيتكسر ويروح الناحيه الثانيه اهو بص البلازميد اتكسر وراح الناحيه الثانيه. بس هو رايح الناحيه الثانيه بيجر معاه ايه؟ اه بيجر معاه لا مش كده بيجر مع البلازميد بيجر معاه ايه؟ كروموزوم. يعني البلازميد ده يا جماعه لما اتكسر وراح الناحيه الثانيه بانزيم اسمها ترانسفير انزيم بيجر معاه كروموزوم. يبقى اجابه السؤال في الامتحان الطريقه الوحيده عشان يتنقل الكروموزوم في الكونجوجيشن ليها شرط. عشان الكروموزوم يتنقل في الكونجوجيشن ليها شرط. هو البلازميد هو بيتنقل ان الكروموزوم يتنقل ليها شرط. ان يكون البكتيريا ديت هاي فريكونسي ريكومباينيشن. يعني يكون البكتيريا اللي هتعمل كونجوجيشن البلازمين كروموزوم مع بعض عاملين ريكومباينيشن بحيث البلازمين هو بيتنقل بيجر معاه مين؟ كروموزوم. لا مش شرط مش شرط بس سهل يا جماعه. يعني لو جالك سؤال في امتحان ميثود اوف كروموزوم ترانسفير طريقه نقل الكروموزوم كله. لو جالك سؤال ازاي الكروموزوم اتنقل؟ بعض الناس للاسف بتفهم السؤال يقول لك كروموزوم يبقى اشرح الكونجوجيشن والترانسلكشن والترانسفورميشن ويضيع وقت كبير جدا واحنا نديله صفر واحنا سلاحين. هو عشان الكروموزوم اتنقل سهل قوي. تقول لي ان في خليه اسمها هاي فريكونسي ريكومبانيشن فيها بلازمين كروموزوم عاملين مع بعض ريكومبانيشن حصل الونجيشن 6 بايل ريتراكشن بلازمين اتنقل الناحيه الثانيه مع الكروموزوم بانزيم اسمها ترانسفير انزيم. ايه الطريقه اللي انا هتنقل بيها الكروموزوم؟ ده جت السؤال. اتنين تحت فين؟
Thank you.